مشاهدينا، وللحديث أكثر عن احتفاء الفلسطينيين بذكرى يوم الأرض وسط التطورات السياسية والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال، معنا من إسطنبول رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا الأستاذ محمد مشينش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. حياكم الله وأهلا بكم. دعنا في البداية نعود إلى بداية هذا اليوم، يوم الأرض الفلسطيني الذي وصل إلى العام 47. ترى أين كانت البداية ولماذا اختار الفلسطينيون أن يكون لهم يوم للأرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية رمضان كريم، ونسأل الله يتقبل من الصائمين جميعا الصيام والقيام وسائر الأعمال، وأن ينعم علينا وعلى جميع الأمة بالخير واليمن والبركات. آمين. الحقيقة في يعني قبل 47 عام في ساعة متأخرة من ليل 29 مارس آذار عام 76، قام الجيش الصهيوني باقتحام بلدة سخنين وعرابة ودير حنة وكفر كنة والطيبة في الجليل الأعلى، وأطلق جنوده الرصاص عشوائيا لترويع السكان ولمنعهم من المشاركة في الاحتجاجات والإضراب الشامل الذي دعي له في اليوم التالي، طبعا احتجاجا على التهويد والاستيطان على أراضيهم وعلى حساب وجودهم. بالمناسبة هذه كانت أول مواجهة مباشرة بين فلسطيني إخواننا وأهلنا وشعبنا الفلسطيني 48 مع الجيش الصهيوني منذ النكبة. استشهد خلال هذه الأحداث طبعا كما هو معروف 6 شهداء من الجليل والمثلث وطول كرم، وجرح المئات من أبناء شعبنا الفلسطيني برصاص الجيش الصهيوني، وزج بالآلاف في السجون. أحداث يوم الأرض طبعا كان هناك قرار من الحكومة الصهيونية التي كانت برئاسة المقبور إسحاق رابين ووزيره وزير الأمن أيضا المقبور شمعون فيريس، حركوا مخطط التهويد والاستيطان في الجليل، وكانوا يريدون مصادرة 21 ألف دونم من أراضي سهل البطوف والمل والشاغور، وهذه كلها ملكيتها تعود لمزارعين من نفس المنطقة من سخنين وعرابة ودير حنة ومن عرب السواعد. بعد هذا القرار كان هناك اجتماع لجنة الدفاع عن الأراضي في الداخل مع رؤساء البلديات المحلية في تلك المناطق حتى يبحثوا كيف يتصدوا لهذا القرار الصهيوني، وأعلن طبعا عن هناك إضراب شامل سيكون في اليوم التالي. صباح الإضراب فرضت السلطات الصهيونية حظر تجول على مناطق الجليل والمثلث والنقب وجميع المدن الساحلية، وكان هذا سباقا للاحتجاجات والمظاهرات التي أعلنت عنها القيادات العربية ولجنة الدفاع عن الأراضي في ذلك التاريخ. طبعا احنا اليوم تحول هذا التاريخ 30 آذار إلى محطة فارقة في تاريخ شعبنا الفلسطيني الذي يواصل في العقد الثامن للنكبة خوض معركة الصمود والبقاء والتصدي للاستيطان والتهويد في كل فلسطين التاريخية، في مشاهد تبقي هذه المأساة، مأساة اللجوء، وتبقي حلم العودة راسخا في الذاكرة وفي نضال الجمعية الفلسطينية. ما أهمية احتفاء الفلسطينيين اليوم بذكرى يوم الأرض في ظل تطورات الأخيرة وحكومة تعد هي الأكثر تطرفا في مسيرة حكومات الاحتلال كلها؟ الحقيقة يعني يوم الأرض في هذا العام يأتي في ظل تحديات كبيرة يواجهها الفلسطينيون في ضد الكيان الصهيوني، وفي مقدمتها خطط اليمين الإسرائيلي الحالي الذي يريد أن يعزز التهويد في الجليل والنقب، وهذا اليمين يرى في تعميق الاستيطان في النقب والجليل بنفس مستوى الاستيطان في الضفة الغربية. هذا اليمين يطلق على هذه العملية فرض السيادة من جديد، ويريد أن يفرضها على هذه المناطق، وهذا يتطلب بناء تجمعات يهودية جديدة خصوصا في النقب كما تشاهدون كيف يتم الأمر، تقليص حيز الفلسطينيين في هذه المناطق، ويضيف إلى ذلك تعزيز الاستيطان والتهويد في المدن الساحلية الفلسطينية التي تسمى مدن اللد والرملة وعكا، والتي شاهدنا ثورتها في معركة سيف القدس كيف انتفضوا وشاركوا أبناء شعبهم الفلسطيني للتصدي لقطعان المستوطنين في القدس. كل هذا كان يمارس من أجل تشجيع المستوطنين المتطرفين ليسكنوا في تلك البلدات حتى يعني ينشئوا بؤر هم يسموها الآن بؤر توراتية. يوم الأرض حقيقة يأتي في هذا العام في ظل تحدي وهو تنظيم للمجتمع الفلسطيني في الكيان الصهيوني عبر مثل هذه المناسبات الوطنية، وهنا تبرز أهمية وجود تنظيم جماعي ومشروع جماعي وقدرة على العمل السياسي الجماعي. الحقيقة نحن اليوم في حاجة كفلسطينيين لمثل هذا النشاط الجمعي والوطني حتى نعود بالهوية الفلسطينية في الداخل الفلسطيني في مناطق 48 إلى التنشيط
لأن هناك محاولات حثيثة من الكيان الصهيوني لتغييب الهوية الوطنية الفلسطينية في مناطق 48 في محاولة لأسرلة هذه المجتمعات. الظروف اليوم تتطلب إعادة إنتاج ثقافة يوم الأرض في هذا من ناحية سياسية وتنظيمية وفكرية حقيقة. نعم في هذا الإطار، يعني ما الذي يمنع اليوم الفصائل والسلطة الفلسطينية من اتخاذ قرار تاريخي بإنهاء الانقسام، خصوصا مع حالة الاضطراب السياسي التي يعيشها اليوم أو تعيشها الاحتلال وحكوماته؟ يا سيدي، نحن في ظل ما يجري حقيقة لا يوجد مانع سوى أن هناك، معروف أن هناك مشروعان في الداخل الفلسطيني، مشروع ذهب باتجاه حلول أوسلوية، يريد أن يكون هناك مفاوضات مع العدو، والمفاوضات حتى آخر نفس كما يصرح هذا المشروع، ورغم أنه مضى عليه 30 عاما دون أن يحقق أي نتيجة، بل بالعكس مزيد من الاستيطان، مزيد من التغول، مزيد من الانتهاك لحقوق شعبنا الفلسطيني، ومشروع آخر، مشروع مقاومة، مشروع تصدي، ومشروع صمود، يبذل دماء ويبذل تضحيات كبيرة، وهو لم يتعب ولم يكل هذا الشعب الفلسطيني. المطلوب أن يكون هناك توحيد لهذه المشاريع فقط، أن وهذا طبعا هذا هو صوت وضمير الشعب الفلسطيني بكليته. هذا اليوم العقل الجمعي الفلسطيني يطالب بأن يكون هناك توحيد على نهج مقاوم لا يقبل بأي تنازل عن ذرة تراب فلسطينية، ومستعد شعبنا الفلسطيني طوال هذه السنين لم يكل ولم يتعب، وهو كل يوم يقدم الدماء لفلسطين دون أن يتعب. المقدسات عزيزة والأوطان عزيزة، والأوطان لا تأتي بالتمنيات ولا تأتي بمفاوضات، هذه الأوطان العزيزة كفلسطين والمسجد الأقصى والقدس لا تأتي إلا ببذل الدماء. نعم. المشاريع الإسلامية ما جاءت للشعب الفلسطيني إلا بالخراب، وما جاءت له إلا بمزيد من انتهاكات لحقوق شعبنا الفلسطيني. يعني هنا في هذا الإطار، يعني حكومة الاحتلال اليوم تقول أنه لا يوجد هناك شعب فلسطيني بالأساس بمقابل هذا الانقسام الذي يعيشه الفلسطينيون، ما أهمية أن يتحدوا حيال مثل هذه الاتهامات أو توصيف أنه لا يوجد أصلا شعب فلسطيني؟ الحقيقة نحن في صراع مع الحركة الصهيونية، ومحور هذا الصراع بعد اليقين والعقيدة والدين محوره الأرض، ما قبل النكبة حتى يومنا هذا الصراع حول الأرض لم يتوقف، وصراع الفلسطيني مع الكيان الصهيوني والحركة الصهيونية عبر التاريخ محوره المقدسات والأرض. الحركة الصهيونية تعمل على مدى فترات طويلة من أجل السيطرة على أكبر مساحة من الأرض، وتريد أن تنفذ مشروعها الاستعماري في فلسطين، وتريد أن تقيم دولة يهودية. وقعت النكبة 48 ونفذت العصابات الصهيونية عملية تطهير، خرج يعني أخرج الفلسطينيون وهجروا 800,000 فلسطيني، دولة الانتداب شاركت اللي هي بريطانيا، ويعني شاركت في أن يكون هناك وعد لبلفور، وأقامت دولة صهيونية. كل هذا كان يراد أن تطمس هوية هذه الأرض، وأن يعني حتى الحكومات الصهيونية مستمرة في هذا، ولكن لم تستطع. كل الدلائل، كل شيء يشير إلى وجود شعب فلسطيني، كل هذا التاريخ يريد أن يثبتوا أثر واحد فقط لوجود ما يزعمون من أساطير وخرافات يذكرونها في التوراة، يريد أن يثبتوا وجودها في القدس أو تحت المسجد الأقصى، ولم يفلحوا في هذا. التاريخ يشير إلى وجود أروع شعب الأمثلة بالصمود. منذ ما قبل وجود الكيان الصهيوني. نعم. نشكركم الشكر الجزيل، رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا الأستاذ محمد مشينش، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.